جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت ربي عز وجل 3 خصال فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم فأعطانيها، فسألت ربي ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، فسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها. يقول: ما المقصود بالإلباس شيعا؟ فرق، يعني يختلفون فيما بينهم، المسلمون يختلفون فيما بينهم ويسبب هذا الاقتتال بينهم. نعم. ثم يقول حفظك الله: وقوله ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم فأعطانيها، هل معنى ذلك أنه كذا لفظ الحديث؟ نعم. يقول ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم، يقول سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم أي فأعطانيها. نعم، يعني الإهلاك العام المستأصل. نعم. يقول هل المقصود بذلك وقوع الخسف، أنه لن يقع خسف وزلازل كما في الأمم السابقة؟ يقع خسف وزلازل في هذه الأمة، ولكن ما يعمها جميع، يكون في بعض البلاد، في بعض البقاع. نعم.